وقال عضو اللجنه الماليه النيابيه جمال كوجر ان تغريده الصدر ستغير قناعات الكثير من النواب لان من غير المعقول الذهاب نحو الاقتراض من اجل الفضائيين والفاسدين ومزدوجي الرواتب مؤكدا ان التصويت على القانون يحتاج الى اربعه ايام بعد القراءه الثانيه. اعتقد انه ستتغير قناعاتهم وستؤثر على قناعات الكثير من النواب لانها تغريده اتت في سياقها الصحيح لا يعقل ان نذهب للاقتراض للفضائيين ونذهب للاقتراض لمن لديه اكثر من راتب ونذهب للاقتراض للفاسدين بالتالي ينبغي على الحكومه ان تقوم باصلاحات حقيقيه ثم تلجا الى سد العجز بالاقتراض. التصويت يحتاج إلى أربعة أيام بعد القراءة الثانية حسب المادة 136 من النظام الداخلي فأوتوماتيكيا التصويت لن يكون اليوم ستكون هناك قراءة ثانية ثم التصويت